أعرب عدد من بحارة البحرين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الحرص الدائم لمتابعة شؤونهم وتذليل كل الصعاب التي يواجهونها بعد تقديم المساعدة لهم والتي أمر بها جلالة الملك المفدى، واستنكروا الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات القطرية لاستهدافهم في أرزاقهم. نشكر جلالة الملك والشيخ سلمان ولي العهد رئيس الوزراء والشيخ عبد الله والشيخ ناصر، كلهم ما قصروا ويانا وعانينا عانينا، بس اليوم عيد عندنا، ما قصر جلالة الملك، يعني ما قصر، فرح عائلتنا وفرح أهلنا كلهم. أقول بيض الله وجهك يا جلالة الملك، يخليك ذخر حق البحرين، واحنا وما نملك وعيالنا فدا لك وللوطن. وهذه الكلمه اللي اقدر اقولها، ما قصر، فر على ناس كثيره وبيوت مساككه، الله يجزاك الف خير يا طول العمر، ما عندي ازم هالكلام، الشكر جزيل الشكر. اليوم فرحتنا صراحه ما تنوصف، واللسان يعجز عن الشكر جلاله الملك، والله يحفظه وطول عمره ان شاء الله، ودائما هم السباقين الى هذا الخير. وما اقدر بس اقول يعني اكثر، يعني اللسان يعجز عن الكلام صراحه. شوف انا يعني من كم سنه الحين من وقف بانوشي في قطر ولليوم انا ما متركع صراحه، يعني وقف شغلي وقفت حالتي، والحمد لله اليوم جد دعم من جلاله الملك اثلج صدورنا صراحه. يحس الانسان ان في ناس قاعده يعني تقدره وتحبه، واحنا مثل ما يحبنا وساعدنا في ظرف مثل ده، طبعا نشكره ونعجز عن الشكر. شلون فشوف تحس بالامان، تحس ان في ناس يسالون عنك يهتمون فيك. اشكره والله الشكر كله لجلاله الملك ابو سلمان الله يحفظه، وهذه مي غريبه عليه ابو سلمان، دائما يا البحاره واقف يا الخير كله، والله يحفظه وتاج على الراس ان شاء الله. والله مبادرة ممتازة صراحة، خصوصا انك جيت قبل شهر رمضان، كلش ممتازة يعني الحمد لله رب العالمين، يعني المبلغ لا باس به، بس في يعني لازلنا نطالب حكومة قطر بالتعويضات، يعني هذا دعم من جلالة الملك بس احنا نطالبهم تعويضات عن اعتقالنا واخذتنا من مياه البحرين فشت العظم وودونا الى هناك، نطالبهم تعويضات. وايد معنا كبيرة فرحة عودة، اولا الله يحفظ جلالة الملك ونشكره، هذه مي بغريبة على جلالة الملك، مي بغريبة على حكومتنا، متعودين منهم دوم هم يدعموننا، وهذا اليوم الشيء اللي صار مبارك مفرح شعب البحرين كله، وخلانا صق احنا اليوم حرينا اللي كانوا عدوانهم حريناهم اليوم، واليوم نقول لهم احنا مستانسين فرحانين من واجه البحر أزيد بحر. وأحفظ الله يحفظ جلالة الملك وما قصر، والله اليوم على إهانات لهانونا ياهو كل شيء نسيناها اليوم. لك مو غريبة على جلالة الملك دعم المواطنين أبنائه، وإحنا إن شاء الله نلتمس الخير إن شاء الله من جلالة الملك، إن شاء الله نحاول تعويضات ناخذها بعد من قطر إن شاء الله.